انا هختم بقى، ومعانا على التليفون بكابتن العجمي محمد سعيد رئيس جهاز ذوي الاحتياجات الخاصه بالنادي الاهلي. يعني كابتن عجمي صباح الخير بجد، وانا سعيده حضرتك تكون معانا، وعايزه اعرف كده برضو رايك ايه في الانجازات اللي عماله تحصل يوم عن يوم بجد، الفئه كلنا بنتشرف بيها فعلا في المجتمع. السلام عليكم. اولا انا بقدم التهنئه للكابتن محمود الخطيب وقائمته بالفوز برئاسة المجلس دورة ثانية 21-25، وثانيا بقدم الشكر لإدارة النشاط الرياضي للكابتن رؤوف عبد القادر إن هي مهتمة الاهتمام الكامل زي مجلس الإدارة بالظبط، وبقدم الشكر ليكم لأن دي ثاني مرة أو رابع مرة تستضيفوا أولادنا في البرنامج بتاعكم. أولا أنا هديكي نبذة بمجرد دقيقة دقيقة ونص كده. اتفضل. على اولا اولادنا، القاء الضوء على اولادنا الابطال منذ الهمم. قوام الفريق المسجل عندنا 48 لاعب ولاعبه في ثلاث فروع، وقوام الاكاديميات في الثلاث فروع 116 لاعب ولاعبه، ومن ضمن لهم للعلم بعض من اولاد الاعضاء من التجمع الخامس حتى يتم الانتهاء من منشات فرع التجمع. وفي أكثر من مناسبة يقوم الكابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بتكريم كل أبطالنا النادي الأهلي، وبيكون أولادنا ذوي التحدي بقى، هنقول الإرادة والتحدي علشان نغير المعنى اللي هو متضايق منهم في هذا التكريم. ونفس نفسي يتسع الوقت ليكم حتى يتم استضافة جميع الأبطال والجهاز الفني. طبعا أنا معرفش طبعا المساحة في القناة تبقى شكلها إيه، لكن أتمنى ان يبقى في استضافات دائما لاولادنا. بيحصل وهيحصل، بس خليني اقول لحضرتك كابتن عجمي بيحصل وهيحصل طبعا، احنا حريصين جدا ان احنا يعني نبرز هذه الفئه. انا بقول لحضرتك احنا فعلا بنتعلم منهم، دي مش مجامله. اتفضل يا فندم. كتر خيرك يا فندم. اولا هؤلاء الابطال من 2014 حتى 2021 ميدالياتهم على طول ذهب اكثر من باقي الميداليات، وفي اخر بطوله للجمهوريه في السباحه حقق النادي الاهلي المركز الاول على جميع الانديه، وتم تهنئه خاصه من رئيس الاتحاد المهندسه امل مبدل للنادي الاهلي على هذا النجاح الباهر. ويشارك النادي الاهلي في جميع البطولات حتى خارج القاهره، ويتم حجز لاولادنا في الفنادق حسب لائحه النادي لقطاع الناشئين في الالعاب الاخرى. والنادي طبعا انا بهنيه ان هو فاز بجائزه احسن مؤسسه رياضيه للابداع من الشيخ محمد بن راشد. اما الابطال اللي عندك الان في الاستديو دول ابطال فوق العاده، البطله ايناس والبطل محمد عبد القادر، ودول نماذج من زملائهم الابطال الذي قدمهم النادي الاهلي في البطولات الدوليه والاقليميه والعالميه، مثل سلمى علاء في الكاراتيه، وقد تم الاحتفال بها بالقناه الاسبوع السابق مع المدير الفني محمد حمدي الحاصل على وسام الرياضه من رئيس الجمهوريه، ويوجد ايضا المدير الفني الدكتور محمد فتحي للسباحه حاصل على وسام الرياضه من السيد رئيس الجمهوريه، وبعض ابطالنا من الفريق علاوه على الفرسان عبد الهادي خليفه ومريم عادل عزت ابطال عزب ابطال بطولات القاهره والجمهوريه في الترويد والقفز. ويقوم النادي الاهلي حسب اللائحه الخاصه بصرف بدلات انتقال ومكافئات فوز للثلاث مراكز الاولى في جميع البطولات. حتى في زمن الكورونا لم يتوقف صرف البدلات للابطال والمرتبات لجميع الاجهزه الرياضيه. واخيرا لقد تم هذا النشاط من يوليو 2005، وده يدل على اهتمام النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب باولادنا من ذوي الهمم قبل الدوله، حتى جاء سياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه واولى اهتمامه ورعايه اولادنا من ذوي الهمم والاحتفال بهم في احتفاليه قادرون باختلاف. وقد شرف في هذه الاحتفاليه بالامس بعض من اولادنا وكانوا صوره مشرفه للنادي الاهلي العظيم. دي نفسه صغيره مصغره انا حبيت بس اقولها ليك، وانا تحت امرك لو في اي اسئله عايزه تسالها. لا انا مش هطلب اسئله لان حضرتك غطيت لنا كل حاجه، لكن انا هطلب ان حضرتك تنورنا ان شاء الله على الاسبوع الجاي، ننسق مع فريق الاعداد كابتن عجمي، وملفات بقى هنفتحها لما حضرتك تكون معانا، ده هيبقى يسعدنا جدا، فاوعدنا بقى انك تكون معانا باذن الله.
جزاك الله خير، وانا برضو اشكركم تاني قناه الاهلي الرياضيه وبرنامج صباح الخير، لان فعلا الاهتمام بتاعكم الدائم ده باولادنا دي حاجه بتفرحنا وبتفرح اولادنا. واخيرا هقول لسيادتك تحيه خاصه للجنود المجهولين وراء هذه الاولاد، وهم اولياء امورهم، هم اللي شايلين الحب الاكبر في هذه العمليه. فانا بحييهم وبشكرهم شكر خاص من قلبي والله. شكرا لك كابتن عجبي، نشوفك على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا.